مرحبا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة أبطال منتخب مصر للسباحة البارالمبية في ضيافتنا. الحقيقة حققوا إنجاز كبير جدا جدا في بطولة العالم اللي كانت مقامة في البرتغال مؤخرا. أربعة منهم وصلوا بعد فترة طويلة جدا من الغياب للنهائيات، عاملين أرقام مشرفة. قربنا قوي قوي ان احنا ان شاء الله قريب بنحصل على ميدالية، او بقينا اقرب لتحقيق ميدالية ذهبية ان شاء الله في باريس. خلينا الاول اتعرف على ابطالنا ونقول لهم الف الف مبروك، وان شاء الله نبارك لكم قريب على زي ما قلنا كده ميدالية ذهبية في باريس. وخلينا الكابتن آية طلاع عباس، منتخب مصر للسباحة البارالمبية، كابتن ملك محمد، كابتن عماد مدبولي، مدرب منتخب مصر للسباحة البارالمبية، أهلا بيكم وألف ألف ألف مبروك. ودايما رافعين راسنا الحقيقه، حاجه مشرفه للغايه. احنا فخورين بيكم جدا جدا ده اولا، وسعداء كمان ان انتم منورينا هنا في الاستوديو. وهبتدي من ايوي عشان اسمنا زي بعض. اولا الف مبروك ليكم طبعا كلكم. ايه انجاز يعني الاول او الاولى في مصر والوطن العربي اللي تحققي الانجاز اللي انت هتعرفينا عليه دلوقتي، واتسجلتي كمان في جينيس ريكورد في الموسوعه العالميه للارقام القياسيه. قولي لنا ايه بقى الانجاز اللي اهلك انك تتسجلي فيها؟ بصي، هو جينيس ريكورد احنا كنا نازلين سباق عباره عن 150 متر، كنا فريق تتابع 100 سباح، وكنا المختلف في الموضوع انه هم معظمهم او كلهم سباحين اسوياء وداخل فيهم بارالمبيكس. كل اللي عملوا او الرقم اللي احنا كسرناه في انجلترا كانوا كلهم سباحين اسوياء، ما فيش مشكله خالص. بس الجديد ان احنا دخلنا فيها بارالمبيكس، فانا كنت من ضمن المشاركين. بتنافسوا بعض في نفس السباق؟ لا، كنا بنلعب مع بعض، مش بننافس بعض. احنا كان عندنا 150 متر المفروض نخلصها في وقت معين، مثلا سي 40 دقيقة، ومثلا انجلترا كانت جايبة 45 دقيقة، فاحنا كسبنا الوقت وكسرنا وقتهم بالبارالمبيكس. هم كانوا كلهم سباحين اسبوع. ده جينيس ريكورد يعني. ما شاء الله، دي حاجة يعني بجد. بس دي كانت في شهر 7 اللي فات قبل بطولة العالم دي، و حاجة تشرف قبل طوكيو.